للعالم ومعروف في داخل إسرائيل، وإسرائيل أعدت العدة الكاملة وعدت جيشها وأسطولها البحري إلى قرصنة السفن وجرها إلى ميناء أشدود في جنوب إسرائيل، وحتى تم إعداد خيمة كبيرة، خيمة اعتقال كما حدث في أنصار وغير، خيمة اعتقال لاعتقال كل الذين يتواجدون على ظهر هذه السفن. هذه السفن هي مدنية تحمل المواد الطبية والإغاثة لقطاع غزة، ولا أحد يعمل حتى باعتقادي حتى سكينا وليس مسدسا كما يحاول البعض في إسرائيل تصويره، وكأنه يمكن أن تكون هناك أن يتم نقل سلاح أو ما يسمونه بمواد تخريبية إلى قطاع غزة، أو تهريب شخصيات فلسطينية مطلوبة لإسرائيل. هذا غير صحيح بالمرة، لأن المعروف جيدا ومعروفة هويات جميع المسافرين وما على السفن. هذا إسرائيل لا تريد السماح بكسر الحصار عن قطاع غزة، لأن هذا هو جزء من سياستها المستمرة منذ حوالي أكثر من 4 سنوات. فيعني أنا لا أرى أن هناك ربط بين التصعيد على غزة وموضوع السفن كسر الحصار عن غزة. أستاذ أبو شمالي، أعود إليك في غزة مرة جديدة. يعني الكيان الإسرائيلي نشر بالتفصيل ربما خطة ما أسماها رياح السماء لقرصنة سفن الحرية المتجهة نحو قطاع غزة والاستيلاء عليها، وكما قلنا إعداد خيم للاعتقال لكل من على ظهر هذه السفن. هل تعتقد أنه يمكن للكيان الإسرائيلي أن ينجح في فعلته هذه، لا سيما أنه ربما قد لا يكون هناك رد فعل أساسي وحاسم من قبل جهات فاعلة دوليا أو حتى إقليميا؟ أخي الكريم، الكيان الصهيوني هو كيان مجرم يمارس القرصنة سواء كان في السماء أو في البحر أو على الأرض وفي كل الأماكن. بخصوص هذه السفن التي تحمل قرابة 700 شخص من 50 دولة، فهذا سيسبب إحراج كبير للكيان الإسرائيلي وأزمة كبيرة مع هذه الدول، وعلما بأن الحصار الذي فرض على قطاع غزة فرض بقرار دولي وها هو يكسر بقرار دولي، عندما يكون أكثر من 700 شخص ممثلين ب50 دولة، أي كم كبير من دول العالم. هذه الدول يوجد لها مفدين وممثلين على ظهر هذه السفن التي شاهدناها قبل ساعات في عرض البحر عبر شاشات التلفزة. هذه الدول لن تسمح، ستكون هناك فضائح وفضائح كبيرة للكيان الصهيوني الذي لا يتمر بأي مواضيع أخلاقية، هو كيان غير أخلاقي بالبات، ولكن أيضا ستسبب له إحراج دولي كبير إذا اعترض هذه السفن. وهنا ننوه ونقول بأن هذا الأسطول إن تم وصوله إلى ميناء غزة بسلام، ونسأل الله عز وجل أن يوصله إلى غزة بسلام، هذا نجاح للإسطول ولمنظمي السفن وللشعب الفلسطيني. طيب رئيس الحكومة إسماعيل قال قبل قليل سيد أبو شمالة أننا على بعد لحظات تاريخية من فك الحصار على قطاع غزة. ماذا يقصد السيد هنية في اللحظات التاريخية؟ هل مجرد اقتراب الأسطول من مياه غزة أم فعلا الدخول إلى ميناء وشواطئ فلسطين؟ أخي الكريم، إن أعتقد أن كل الدلائل وكل المؤشرات التي تدل في واقعنا اليومي في قطاع غزة أن الانفراج قريب وفك الحصار بات قيد قوسين أو أدنى، والخلاص إن شاء الله قريب جدا، وأن هذا الحصار سيتحطم بإذن الله تعالى، وأن الفرج بإذن الله قريب قريب جدا جدا جدا. هذه نظرتنا لهذا الحصار الظالم والذي تم محاصرة الشعب الفلسطيني لأنه أدلى بصوته الأبي الحر في صندوق الانتخابات وانتخب الحكومة الفلسطينية الحالية، ها هو يعاقب، ولكن شعبنا صمد والله سبحانه وتعالى سيكرمه، وكل الرؤى وكل الدلائل تؤشر وكل المعطيات تعطي على أن الحصار سينتهي قريبا بإذن الله. أستاذ أحمد أبو هاد، بعد إليك في دمشق مرة جديدة عن صورة الكيان الإسرائيلي في الخارج. يعني اليوم أكثر من 700 متضامن من أكثر من جنسية يتوجهون نحو فلسطين، وزير البنى التحتية الصهيوني يقول إن صورة الكيان في الخارج
في أوروبا تحديدا تشبه المنظمات الإرهابية والأنظمة الإرهابية. هذه الصورة برأيك ماذا ستفعل سلطات الكيان للخروج منها، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة؟ في حقيقة الأمر يعني الكثير من المعلقين في داخل الكيان الصهيوني أصبحوا يصفوا هذا الكيان نفسه بأنه أكثر يعني عنصرية من جنوب أفريقيا العنصرية. في عنوان لمعاريف بالأمس نشر أن إسرائيل دولة مرصاة، يعني كثرة يعني ما سودت هذه الصورة لدى الرأي العام في العالم وخاصة في أوروبا. لكن لم يعد هذه ما يوصفون، هم تطبيق برنامجهم العدواني. وأنا لا أستغرب منهم أن يتعرضوا ورغم نعم. أستاذ أحمد أبو هدى خبير الشؤون الإسرائيلية من دمشق، شكرا جزيلا لهذه المشاركة. يعني سيد أبو شمالة كلمة أخيرة، كيف تستعدون لاستقبال قافلة الحرية؟ أخي الكريم، إن استعداد الحكومة الفلسطينية والهيئات المدنية والشعبية لاستقبال أسطول الحرية تم إعلان الناطق باسم وزارة الداخلية اليوم بانتهاء الاستعدادات بالكامل. الآن كل الإخوة المعنيين على كامل الجهوزية، في الجاهزية التامة، قوات الطوارئ والدفاع المدني والخدمات الطبية العسكرية وأيضا المؤسسات المدنية والوفود الرسمية والشعبية. نعم. واليوم كانت دعوة لخروج سكان غزة بالكامل لاستقبال، هناك استعدادات كاملة لدى السكان الفلسطينيين، السكان في قطاع غزة، للخروج عن بكرة أبيهم لاستقبال هذا الإسطول. نعم. الذي قطع المسافات البعيدة. نعم. ليكسر يعني الحصار الجائر عن قطاع غزة الرسمية والأهلية لاستقبال أسطول الحرية. سيد أبو شمالة الناطق باسم الأمن الوطني في غزة، شكرا جزيلا لهذه المشاركة. أشكر أيضا الخبير بالشؤون الإسرائيلية فايز عباس، كان معي من رام الله، ومن دمشق الخبير بالشؤون الإسرائيلية أحمد أبو هدى. إذن قصف مستمر واعتداءات متجددة، كان هذا موضوع المحور الأول من تحت الضوء. فاصل قصير وتوافيكم الزميلة فاطمة مزيحم بالمحور الثاني وأوكيناوا. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.